الملك البريطاني هو رئيس دولة المملكة المتحدة، لكن على الرغم من ذلك فإن صلاحياته بتبقى رمزية وشكلية. وعادة ما يلتقي رئيس الوزراء بالملك يوم الأربعاء من كل أسبوع بقصر باكنغهام لإطلاعه على الأمور الحكومية. للملك أيضاً عدد من الوظائف البرلمانية بحدد ترتيب الولاية على العرش، الشخص يلي من المفترض أن تناط به المهام عندما يموت الشخص الحالي أو يتنازل عن العرش. الأول بالترتيب أي وريث العرش هو الابن الأكبر للملك، وباعتباره الابن الأكبر للملكة إليزابيث أصبح تشارلز ملك بعد وفاة والدته، وأصبحت زوجته كاميلا الملكة القرينة. تم تعديل قواعد ولاية العرش الملكية عام 2013 لضمان عدم إعطاء الأبناء الذكور الأسبقية على إخواتهم الأكبر سناً. وريث الملك تشارلز هو نجله الأكبر الأمير ويليام، منحه الملك لقب أمير ويلز، كما أنه ورث لقب والده السابق دوك كونروال. ويأتي ابن الأمير ويليام الأكبر الأمير جورج بالمرتبة الثانية بترتيب ولاية العرش، تليه شقيقته الأميرة تشارلوت بالمرتبة الثالثة. فكيف بتكون مراسم تتويج الملك ومتى تحصل؟ التتويج هو المراسم الرسمية لتنصيب الملك، ويحدث عادة بعد فترة حداد على الملك السابق. أصبحت إليزابيث الثانية ملكة بستة شباط عام 1952 بعد وفاة والدها الملك جورج السادس، لكن لم تتوج حتى 2 حزيران عام 1953، ولم يعرف بعد متى سيتم تتويج الملك تشارلز. على مدار 900 عام الماضية أقيم حفل التتويج بكنيسة وستمنستر أبي، وكان الملك ويليام الفاتح أول ملك يتوج هناك، وسيكون تشارلز الملك الأربعين. التتويج هو طقس ديني أنجليكاني يقوم به رئيس أساقفة كانتربري. يمسح الملك بالزيت المقدس ويتقلد رموز الملكية، الصولجين والكرة السلطانية، وهي تمثيل لسلطة الملك وترمز إلى العالم المسيحي بصليبه معلق على الكرة الأرضية، وتمثل خطوط الجواهر يلي بتقسمها إلى ثلاثة أقسام، القارات الثلاثة يلي كانت معروفة بالعصور الوسطى. في ذروة الاحتفال يضع رئيس الأساقفة تاج القديس إدوارد على رأس تشارلز، وهو تاج من الذهب الخالص يعود تاريخه إلى عام 1661. وعلى عكس حفلات الزفاف الملكية، فإن التتويج هو مناسبة رسمية تدفع الحكومة تكاليفها، وبطبيعة الحال هي تقرر قائمة المدعوين إليه.